السلام عليكم، هذه حفارة جي سي بي 220. نجد من هنا البطاريات وقاطعة الكهرباء وماء مسح الزجاج وفلتر الهواء. قاطعة الكهرباء هنا، مضخة الزيت الهيدروليكي وفلاتر الزيت الهيدروليكي وفلاتر الزيت المحرك. كما توجد هنا هذا خزان الزيت الهيدروليكي وهذا مستوى الزيت الهيدروليكي، لكن عليك أن تكون الحفارة على هذا الشكل كما مبين في الرسم حتى يتبين لك مستوى الزيت الهيدروليكي. هنا خزان المازوت، هنا مضخة مضخة المازوت لتشغيلها. ما عليك إلا وضع هذا في الخزان أو المازوت، وتجعل تدير المفتاح دورة واحدة كونتاك، ثم تشغل هذا وتطفئ بها. هنا مستوى الزيت مستوى المازوت، هذه رؤوس التشحيم. هنا خزان الوقود وهنا خزان الزيت الهيدروليكي. من حين إلى آخر ضغط هذا القفل حتى يخرج هواء الضغط في خزان الهيدروليك، وهنا تزيد الزيت الهيدروليك. هنا المحرك، هنا لرؤية مستوى زيت المحرك هذا التيربو، وهنا لزيادة زيت المحرك. هذه شاشة العرض. المقبض الأيمن دائما يفتح ويغلق المجرى، فاتح وغلق المجرى. هذا الذراع الكبير إنزال وإصعاد، وهذا الذراع الصغير للأمام وإلى الخلف. هذا دوران إلى اليسار ودوران لليمين، هذا للسير للأمام والسير إلى الخلف. طيب الأقفال، هذا هنا المنبه، هذه الأقفال لا تعمل. هذه الأقفال اللي هنا، هذا لخفض السرعة يعني دوران المحرك، وهذا واللي الأسفل هذا هنا يغير سرعة الآلة في السير، يعني سرعة بطيئة، سرعة متوسطة، سرعة يعني سريعة. يوجد هنا هذه الأقفال، هذا للتوقف المحرك في حالة الاستعجالية. هذه الأقفال لا أعلم مدى، وهنا عندما تقدر الحفارة وتريد أن تشتغل عليك إنزال هذا الأمان هكذا إلى الأسفل، ثم تأتي إلى هنا وتضغط على هذا وتشتغل. هذه مساحات، وهذا مثبت السرعة. هنا نجد المبرد والمسخن والأضواء، وهنا زيادة السرعة، وهنا مفتاح التشغيل. نوقف. نشغل الحفارة. هذه شاشة العرض، انتظر قليلا ثم تدير المفتاح. دورة المفتاح عليك أن تبقى ضاغطا قليلا حتى يعني تشتغل، لأنها ليست كالحفارات الأخرى التي مع إدارة صغيرة فهي
تشتغل. هنا يبين ضغط الزيت الهيدروليكي، هنا سخونة ماء الراديتور، وهنا مستوى الزيت، مستوى المازوت. هذا يدل على أن الحفارة لا تشتغل، لأن هذا الأمان مرفوع. إذن وهنا يبين لنا مفتاح، هذا دليل على أن هناك مشكلة في الحفارة كما هو مبين. هنا يقول إبدال فلتر الزيت أونتريتيان، وهنا يقول الحفارة في حالة تسخين، لأن شغلناها في الصباح وهي باردة الآن. هذا يغير قوة الحفارة كما هو هنا هكذا بي هذا اللي الصعود والنزول. هذا ما يوجد يعني في نجرب. قلنا تشتغل الحفارة، ما عليك إلا ينزل هذا هكذا، ثم تأتي لون وتضغط على هذا القفل هكذا وتشتغل. هذا يرفع هكذا ينزل. هذا يغلق وهكذا يفتح. هذا يسار وهكذا يمين. الدرع الصغير إلى الأمام وإلى الخلف. السير إلى الخلف هكذا لأن الحفارة مقلوبة، كثير إلى الأمام. زيادة السرعة ما عليك إلا هذا ما يوجد عندنا. وقلنا هذا تغيير سرعة المشي. انظر هنا، هو يتحول إلى سلحفات وإلى متوسط وإلى سرعة كبيرة. هذا يسكت يعني لما تجعل فيسكت المحرك قليلا، يعني دورة المحرك. السلام عليكم.